وشوشه. احنا شايفين كابتن ابو تريكه انبهرنا جدا، يعني الموضوع بالنسبه لنا كان اللي هو انا عمري ما حضرت ماتش في الاستاد بالمناسبه، يعني انا حلم حياتي دلوقتي اروح احضر ماتش في الاستاد، فعمري ما شفت ابو تريكه وهو بيلعب، وكان نفسي اشوف ابو تريكه وهو بيلعب. فطبعا انا لعبت مع ابو تريكه، يعني اقدر اقول دلوقتي انا ما شفتوش وهو بيلعب بس لعبت مع كابتن ابو تريكه، ربنا يكرمه يعني ويديله الصحه. انا في سؤال بقى انا اللي عايز اساله، هو بطل كوره ليه بجد؟ يعني انت وانت قاعد بتتفرج عليه وهو بيلعب يا جماعه، حرام حرام يبطل كوره بجد، مش طبيعي، بسم الله ما شاء الله يعني. بس كان الموضوع فيه انبهار اكتر من فيه، لان هو حتى كابتن ابو تريكه هو كان عمال يهزر معانا، بس احنا ايه كنا عشان اول مره نروح نلعب معاهم، هو كابتن احمد حسن طبعا كان عسل جدا، وكابتن وائل جمعه، وكابتن هادي خشبه، وكابتن ياسر ريان كان فيه، وكابتن ايمن يونس كان فيه، كباتن كتير يعني. احنا كنا متاخدين اولا مخضوضين عشان هنلعب مع ناس حريفه، منتخب مصر يعني، احنا بنلعب ضد منتخب مصر انت فاهم، فالموضوع واحنا بنلعب مثلا في الدقي اخرنا في ملعب مع اصحابنا وبتاع او في زايد او مش عارف فين، فالموضوع انت بتلعب مع الناس يا نهار اسود، فكنا مخضوضين يوميها. طبعا الضحك كان علينا اكتر، في فيديوهات كباري وحاجات نزلت. بص هو احنا طول ما احنا كنا بنلعب ضد كابتن محمد ابو تريكه كنا بنخسر تمام، رحنا لعبنا مع ماتشين مع كابتن محمد ابو تريكه خسرنا برضه، فالظاهر ان العيب كان فينا. احنا كنا يعني رايحين حاطين هدف ان احنا نخسر النهارده، كان في حاله من الرعب يعني، كابتن احمد حسن كان بيشوط من عند الكورنر بيجيب فيها جول وانا واقف جون يعني فاهم، فالموضوع لا بس الموضوع كان فيه ضحك طبعا كتير جدا. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي، www.washwasha.org.